صباحكم الله بخير جميعا. اليوم اول يوم او اول صباح في المحطة، بس بغيت اعرفكم كيف نسوي مشروب الصباح. طبعا عندنا لستة كبيرة من الخيارات. خلونا نسوي كوفي اليوم. خلنا نشوف شو موجود. كولومبيان ميديم كوفي. خلفي اللي هو الووتر ديسبنسر او المكان اللي نطلع من الماي حق سواء ماي للشرب او للكوفي. كل اللي علينا نسويه ان نحط كمية الماي المطلوب. هني عندنا 250 وبس نختار الماي الحار، ندخل الفارف من هني، شغل دسبنس. ونسمع الماي يطلع في الظرف. كذي خلصنا كوفي اليوم. محتاجين الشيء الأخير اللي هو سترو.